ليك يا الفونس. ويس يا لبيب. انا بتعرفني اخلاقي ضيقه وراسي ما بيحملني ها. يعني اوكي. قد ايه القعده اللي بدك تقعدها هلا ها؟ ما بعرف انا زي ما شفته دودو ما لعبنا بلاي ستيشن. لك هلا انا بدي اقعد انطرك لتلعب انت ودودو بلاي ستيشن؟ ايه بس يا لبيب. ماشي بتلعب وداء ومنفل. نو. شو نو؟ لا كذا داء. ماشي يا لبيب. طيب ماشي الحال هلا خلصني من القصه كلها. يلا فوت مهم يفوت اهلا وسهلا. اهلين اهلين ست مارغريت اهلين. بونجور طنط مارغريت. كيفك الفونس؟ سافا. بونجور الفونس. سافا دودو. هاي دودو. بونجور مسيو لبيب. بونجور دودو. شو وينو غاستون؟ Il est au travail mon papa. خليني اجاوبها هلا صرت مهذب عم شرشر منك التزيين بيو بالشغل وباليني فيه لإله. قال عنده زياره بده يقعد دودو له زمان ما شافه. ايه على سلامته الفونس. طنط مارغريت. وي. On peut jouer au PlayStation, moi et Doudou. Bien sûr, habibi. Merci, tante Marguerite. Merci, ahla wa sahla. On joue au FIFA. Avec Labib. OK. Labib. Cette Marguerite, t'adalé. Hal 200 dollars. Hein? Basma. Chou ba? Chou. 200 dollars, les achetons menni, min shahrain. اه ايه مزبوط قالك مني 200 دولار ايه خلص بدفع لك اياها صار لهم شهرين لك طيب ايش جيبي غاني موا اوجوردي لك يا ست مارغريت ابنك بيعرف يلعب منيح بالبلاي ستيشن بيعرف يلعب الفيفا بيستشيروه قبل ما ينزلوا اللعبه فيفا بيستشيروه جيك 3-0 3-0 الفونس وي سي لبيب انت قوي في هاي اللعبه ما كثير قوي انا اول شيء حلو انا اول من دودو شو هلا بس 200 اي متى 200 دولار اه. طيب 200 دولار انت بدك مني 200 دولار اه. هلا كومو هلا هني عم يلعبوا ماشي 4-0 4-0 خلص ليك هلا هني عم يلعبوا اللي بيربح اذا ربح الفونس ايه بتسامحيني بال 200 عم بتشارط يعني ايه بشاري انا وياك الشرط ريجاردو رينالدو واذا ربح ابني اذا ربح ابنك دودو 5-0 600 بتاخذي عند كلمتك عند كلمتك 600 600 بعطيك طيب يلا مامي فرجي فرجي يلا روح قد ايه النتيجة؟ قد ايه؟ 6-0 6-0 لمين؟ يلا ادفعيهم انتوا عم تفتي على كعبك هلا شو يا مامي؟ يلا شو يلا شو بدك بدها تدفعهم مسيو لبيب؟ انا مشارط انا وياها الفونس إلها مني 200 دولار اذا انت بتكسب الماتش راحوا دودو كيسكو سافي دير شرط؟ ان باغي ان باغي؟ شو عم تهرش انت وياه؟ نو ماشي طيب يا مامي ايديو مسيو لبيب 6-0 طب روح ما باخذش الماتش هلا روح بعد مسيو ايديو بعد في 4 دقائق ما بغني معلش 6-1 شو هالمشكله يلا مامي يلا كيف فوت جول انا بحط في السلوب ميرد لوي سواريز ابو تو فا فوار رونالدو نو بيت بيت رغام سواريز يلا مامي يلا مامي طيب 6-6 وين المشكلة؟ جيب لنا السابع جيب لنا السابع الفونس يلا يلا مامي 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 يلا رغام نيمار يلا بيت الله يعطيك عافية يس مامي اي لام يعطيني حتى مامي ايوه طولي بالك طولي بالك الفونس وين سي لبيب الفونس شو هذا شو صار؟ كنت ربحان 6-0 وي بيطرقك باخر 3 دقائق 7 جوال الله لا يعطيك عافية ليه؟ بقوله بيطرقك مسيو لبيب لك يعني بيسجل فيك؟ وي ايه شو طب شو ليش عملت هيك؟ لأنه أنا ما بحب ألعب عن شرط ما بتحب تلعب عن شو؟ بابا جاسون قال لي ما تلعب عن شرط يخرب بيتك شو حمار؟ عيب مسيو لبيب أنت حمار ومركب راس حمار العمى راحوا المصريات علي 600 دولار ايه حطهم مش الحق عليك الحق على هيدا اللي مركب راس حمار نو انت اللي مركب راس حمار مسيو لبيب العمى لمين عم تقول حمار ولا لا لك مسيو انت انت ولا شيل ايدك لشوف شيل ايدك ضربوا دودو العمى بفسخك اثنين ولا عم قلت خديني مامي خرجك مسيو لبيب العمى طالوني فيها ها شو هذا ابنك بوكسيير شفت لقيني برا ولا